السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم بخصوص نوعا ما هي تفيد البيبرات أو الأطاريح بصورة عامة، إنه لما أسوي فالتقييم إحصائي، أي تقييم إحصائي يخص أي متغيرات معينة. مثلا هسه إحنا هنا راح نتكلم بخصوص إنه شلون أنا أقيم إحصائيا. عندي نوعين من البيانات تخص الكلايمت داتا والمترولوجيكال داتا. جبنا بيانات يعني لدراسة معينة، هاي البيانات من الأقمار الصناعية، أيا كان القمر الصناعي ناسا، CFSR، تريبس، الكثير من الأقمار الصناعية. هنا راح نتكلم عن القمر الصناعي ناسا. تناولنا عدة بيانات مناخية واللي هي خمس عناصر مناخية. مثل ما نلاحظ هنا أنا هاي مناخ القيم الخاصة بالسقيط، وهنا القيم الخاصة بدرجات الحرارة العظمى وأيضا الصغرى، وأيضا الرطوبة النسبية relative humidity، وكذلك الويند سبيد والسولار راديشن. فعندي خمس متغيرات مناخية. هاي المتغيرات المناخية لمحطات معينة، لعدد من المحطات، يعني مو لمحطة واحدة. هسه هنا نسوي احنا لمحطة واحدة يعني حتى انه نوضح الشرح فيها. فعدي لسنوات متعددة، مثلا هسه هنا نلاحظ احنا من 81 الى 2013 او 2014 حسب التايم سكيل مالتك، شنو دراستك راح تدرسها على حتى تشيك الكورليشن والترابط بين بياناتك. كانت تكون مثلا البيانات السنوية او بيانات يومية او بيانات شهرية حسب المتوفر عندك. القمر الصناعي يوفر لك اللي تريده كله، لكن حسب البيانات المتوفره من الارصاد يعني الاوبزرفيد جراوند ستيشن، بيانات الارصاد الجويه الفعليه يعني الحقليه مثل ما نقول. شنو المتوفر عندك بيانات؟ هسه احنا هنا راح نشتغل على سنوي مع سنوي، تمام؟ فهاي هنا الاوبزرفيد اللي هي مثل ما نقول الرئيسيه او الاصليه، وهاي البريدكتد اللي احنا جبناها من الاقمار الصناعيه. اللي احنا هنا كان دراستنا تتناول عن القمر الصناعي ناسا باور. فهسه نلاحظ عندنا خمس عناصر مناخيه مثل ما تناولنا. التمبرشر بيها اثنين، فممكن نعتبرها ست عناصر مناخيه او خمسه. فاني حتى اشيك مثلا هاي البيانات اللي اني درستها او اللي اني جبتها، حتى اقول انه مثلا هاي البيانات المناخيه، انا يمتى استخدم البيانات المناخيه اللي اجيبها من القمر الصناعي؟ من تكون المنطقه اللي خاصه يعني منطقه اللي انا دا ادرس عليها يعني بها نقص بالبيانات المناخيه بشكل عالي بالنسبه للبيانات الارضيه، اما بسبب سوء يعني تسجيل او بسبب ظروف مثلا مرت، كانت تكون ظروف سياسيه او غيرها مرت بتلك المنطقه، عدت لا توقف هاي المحطات لفترة لأي سبب كان، انه اني افتقر، عندي افتقار للبيانات المناخية، وراح اضطر انه استخدم بيانات الاقمار الصناعية. او في بعض الاحيان انه يكون يعني لأي سبب كان، او فترة مثلا بها جاب عالي جدا ما امتلك بيانات مناخية. أنا منطقة دراستي بسبب انه، او ممكن مرات منطقة دراستك تكون انترناشنال يعني منطقة دولية، يعني مثل ما نقول منطقة مثلا فد نهر ممتد خلال ثلاث أو أربع دول، فهذا أنت مثلا صعب تحصل البيانات المناخية الأرضية مثلا من الدول الأخرى بسبب أنه سياسات دول أو غيرها، أو ممكن بسبب نقص في الوذر ستيشن. لذلك حتى أنه نقدر إحنا ندرس أي خاصية هيدرولوجية، سيرفز رانوف، anything يعني، فأحتاج بيانات مناخية حتى أشغل أي برنامج هيدرولوجي، اي برنامج هيدرولوجي اشغله يعني هي كدوره هيدرولوجيه كامله تبلش من السقيط من يعني العوامل المناخيه الرئيسيه حتى يستنتج لي العوامل الهيدرولوجيه اللي انا احتاجها. لذلك فهنا راح نتناول انه بالمناسبه اكو العديد من البحوث انه تدرس هذا الموضوع اللي هي الريلايبيليتي اوف مثلا اوف ساتلايت داتا ستيشن، او مثلا حدد انت مثلا ناسا باور، تشيبرس، CFSR. CFSR العديد من البحوث عليه جدا، بس بالنسبه احنا ان كاسيا ويعني كوطن عربي لحد 2014 تقريبا متوقف بعد ما عندنا بيانات احدث من هذا الشيء. فناسا هو الافضل حاليا لانه يوفر لك لحد 2022 متواجد به. ما احب نكثر بالكلام، هسه نجي انا اذا عندي هاي البيانات جمعناها اريد اجرى عليها اختبارات احصائيه. فشنو هي الاختبارات الاحصائيه الاشهر انه اني اجريها؟
حتى اقول مثلا هاي البيانات بها مقبوليه او ما بها مقبوليه. انا المفروض اذا استند الى البحوث، يعني البحوث اللي تخص هذا الموضوع اللي نشيك الليبلتي، عندي عدد من البارامترات اللي لازم ادرسها. انا اسميها الستاتستيكال باراميتر فور ايفالويشن anything بالمناسبة، بس احنا هنا نتكلم عن المفروض اكمل المترولوجيكال داتا. عندنا اهم واكثر عنصر يعني باراميتر شائع والكل يعرفه اللي هو الار سكوير الكوفيشنت اوف ديترمينيشن. هذا يعني مقياس احصائي حتى نقيسه انه شلون نجد مقدار الترابط اللي يصير بين الـ 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 يعني او مقدار الاختلاف، ايش قد اكو نسبة اختلاف بين نوعين الـ 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 البيانات اللي بريدكتد واللي او الاوبزرفيت او المجرمنت. فهذا القانون مالته شلون احسبه هنا نوضحها بالاكسل. تلقائيا تعدك البيانات تاخذ لها اثنيناتهم تسوي لهم بعد ما تسلكهم اثنيناتهم تسوي لهم انسيرت. عند الانسيرت تختار اللي هنا السكتشر، بعدين بعد السكتشر انه تقول له هسه هنا انه مباشره بعد ما تختار مثلا اي هنا راح يقول لك يوديك على كوك لاي اوت. من الكوك لاي اوت تختار هذا التفعيل اللي هي اللاي اوت اللي يبين لك كل المتغيرات حتى الار سكوير. هذا يبين لك الار سكوير تمام. فهسه هذا اللي نلاحظه هنا، هذا الار سكوير عن طريق الرسم تقدر انت توجده. هذا قيمه الار سكوير هنا مثلا 0.8. هذا اول متغير احصائي اللي احنا قلنا هذا يقيس نسبة الترابط. كل ما يقترب هذا المتغير او هذا الباراميتر العفو من الواحد تكون انت نسبة الترابط ايجابية. نجي على شغلة ثانية، معامل ساتك ليف اللي هو يسمونه ساتك ليف كوفيشنت او الافيشنسي ساتك ليف كوفيشنت. ايضا هذا احد المعاملات المطلوبة للقياس. شلون احسبه؟ سهل جدا، تقدر عن طريق الاكسل. هسه انا اشرح حاليا عن طريق الاكسل. واحد ناقص سب برودكت مباشره تقدر تطلعها عن طريق الاكسل. يعني بس تكتب سب برودكت راح تطلع لك الـ مثل ما نقول الكولوم الاول ناقص الكولوم الثاني الكل تربيع على سب برودكت الكولوم الاول ناقص شنو؟ ناقص الاخيره الفارغه. فتتفد وحده فارغه هنا بدون اي عناصر على شو اسمه لكل تربيع ايضا. هاي خلاص راح تطلع القيمه. كل ما كان صب المعامل ناش قريب للواحد فانت يعني مثل ما نقول انه يعني تعاملك صح، يعني ما عندك بيه مشاكل. فالافضل انه مثل ما نقول انه على هذا الموضوع انه مش نشتغل. فسنرجع على شغله ثانيه، المعامل الثاني هسه نلاحظ هنا هو معامل القبولية اللي هو World Mode Index of Agreement اللي يسمونه Agreement Index، مرات يرمزونه بالرمز WI أو الرمز D. هذا أيضا المعامل أو البراميتر كلش مهم، يعني إنه شنطيك نطيك اختبار الحساسية اللي أنت أصلا راح تجري للروت مين سكوير إيرر أو للمعامل ناش. بعد عندك الروت مين سكوير إيرر اللي هو متوسط الجذر التربيعي أو الخطأ التربيعي. هذا أيضا احد الستاندرات المعروفه، ستاندرد ديفيشن هو المتوسط التربيعي حتى يعطيك مقدار الايرور اللي بده يحصل بين البريدكتد وبين الاوبزرفيد، وهذا قانون المعروف. وكل ما كانت القيمه قليله اللور مال روت مين سكوير راح يعطيك انديفيجوال او انديكيت فد مؤشر انه الموديل الاكيورنسي مالته كلش عالي، ويعني ولس يعني شلون الفيرنس التغاير بين البيانات المرصوده والبيانات الفعليه قليل جدا. بعد عندك متوسط خطأ التحيز، ايضا هذا ايضا احد البارامترات المهمة اللي لازم احنا نحسبه. وكل ما كان بالمناسبة قيمته اكيد تتراوح من البوزيتيف للنيجاتيف، يعني يعني لا بأس انه تطلع لك قيمة سالبة او قيمة موجبة. وكل ما كانت القيمة اقل معناها انه الخطأ يكون اقل. هذا تكلمنا عنه. بعد عندنا الكورليشن كوفيشنت يشبه الار سكوير بالضبط، يشبه معامل الار سكوير. ايضا كل ما يقترب من الواحد راح يكون يعني بهذه الصيغه. هسه نرجع بعد ما حسبنا ال هنا نرجع على الكوفيشنت الثاني
اذا اللي هو الروت مين سكوير ايرور ايضا لازم تعرف انه شلون تحسبه. تحسبه عن طريق اس كيو ار تي اللي هو سكويرت السميشن الكيو اللي هو شنو هو بين ذني ايضا الكولوم اللي هو الكولوم الاول اللي هو الاوبزرفيد ناقص الكولوم الثاني اللي هو البريدكتد على الكونتوت مالتهم. بعدها نجي المتوسط الخطا التحيز ايضا قلنا الار سكوير منها تاخذه ايضا الى قانون يعني تقدر انه تحسبه عن طريق الاكسل عن طريق الاس بي اس اس يعني لا باس. هسه هنا لاحظ ان السميشن على سميشن كذا تقدر مباشرة اي يعني شيء تحتاجه بس مجرد ما تكتبه انت باليوتيوب يطلع لك عندك الاف البحوث هاو تو كالكوليت مثلا روت مين سكوير ايرور باي اكسل هاو تو كالكوليت مثلا الفيزا ايرور ان اكسل. يعني هذني متواجدات اي شخص باي تخصص يقدر يحسبهن. انا ما يهمني اني شلون انت تريد تحسبهن، انا يهمني انه انت ليش راح شنو هي البارامترات اللي تهمك انت كمهندس اليوم او كمهندس موارد مائيه بالضبط بتخصص الهيدرولوجي لان انت تحتاج الاحصاء بشكل عام. شنو المتغيرات اللي تحتاجها؟ فنلاحظ انه هاي اهم متغيرات نحتاجها المفروض انه احنا نحسبها. نلاحظ هسه هنا الكورليشن كوفيشنت 0.9 دا يقترب مثل ما تلاحظ منين من الـ يعني اقل من الواحد او دا يقترب من الواحد اصلا، فهذا معناها الترابط كلش جيد. المتوسط خطأ التحيز كل ما كان قليل يكون افضل. الار سكوير كل ما يقترب من الواحد يشبه الكورليشن كوفيشنت او الكوفيشنت اوف ديترمينيشن. روت مين سكوير كل ما اقل معناها نسبة الخطأ او التغاير قليلة، فهذا الشيء كلش جيد. ناش معامل ناش اللي يعطيه يعني اختبار لحساسية هذه البيانات، فايضا تقدر تحسبه كل ما يقترب من الواحد معناها انه يعني الترابط ايضا او يعني الاختبار لهم جيد. فهذا نجري على كل البيانات، وعن طريق هذه البيانات بعدين نقدر احنا نرسمها او نرسم رسم عام يشمل كل هاي المتغيرات مثلا روت مين سكوير لكذا كذا كذا. شلون انا اقدر ارسم؟ استخدم طريقه حديثه اسمها البلوت بلوكس او البلوت بوكس، هاي طريقه جدا رائعه، او طريقه التايم سيريز ان شاء الله نتناولها ومحاضرات اخرى. اتمنى تكون هاي المحاضره هي مو محاضره بقد ما انه فد شيء توجيهي بسيط ممكن انه يفيد البعض. نلتقيكم بمحاضرات اخرى، دمتم بامان الله وحفظه.